السلام عليكم. اليوم رانا في بجاية، وهذا مشروع نتاع ربط مدينة بجاية ببلدية بن منصور بواسطة السكك الحديدية، وهو الخط يعني موجود، كان موجود من قبل، لكن الآن الأشغال تتعلق ب يعني تحسين مسار تاع الخط وازدواجيته لكي لزيادة السرعة تاع القطار لتصبح 160 كيلومتر في الساعة. والإشغال بهذا المشروع اللي طوله حوالي 85 كيلومتر ما بين بجاية وبني منصور، لإيصاله إيصال بجاية بالخط السكك الحديدية الشمالي اللي يمتد من حدود الغربية إلى حدود الشرقية نتاع الجزائر. إذن هذا يوصل بجاية بطريق السكك الحديدية الشمالي، واللي سوف يكون مكهرب كليا. والأشغال بهذا المشروع راهي يعني بوتيرة جيدة على حسب تصريحات المسؤولين. وهنا رانا في تونال الأنفاق اللي فيه المشروع هذا، فيه زوج أنفاق بطول إجمالي يقارب 3 كيلومترات. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.